يعني كابتن عادل، الحقيقه الحلقه اللي فاتت اتكلمنا في حاجات كتيره جدا جدا، لكن النهارده الوضع مختلف. النهارده قربنا اكتر من المباراه. تفتكر اللعيبه بتفكر ازاي دلوقتي؟ او بلاش اللعيبه، خلي حضرتك مثلا في المدير الفني او الجهاز الفني، الجهاز الفني بيفكر ازاي؟ بص، الفتره دي فتره الكورونا، كل مدرب بيفكر في حاجه واحده بس، انه يوصل المباراه باللعيبه سليمه. دي اهم حاجه. برافو عليك، دي رقم واحد. رقم اتنين، هو مش عارف مين اللي ممكن يبقى معاه ومين اللي ممكن ما يبقاش. علشان كده لما بتيجي تعمل استراتيجيه مباراه، انت بتعملها اسبوعيه، بتخرج من مباراه فبتشتغل على الثانيه من ساعه ما الحكم بيصفر. اوكي. الا المباريات في الوقت الحالي اللي انت بتشتغل جنرال عام، علشان انت مش عارف انه هتلعب بمين، لكن عندك الاطار العريض اللي بتشتغل فيه، ولكن الافراد انت ما بتتكلمش عليها، واحيانا بطريقه واحده، ولكن بتاجل اعلان اول حاجه اللعيبه. وكمان خلي بالك في نقطه مهمه. معلش قبل ما اكمل في النقطه دي، يعني انا بختار لعيبه ولا ما بختارش؟ بمعنى ان انا بحط تشكيل اسلام وعادل وابو مسلم وكذا وكذا، ولا لا بستنى لغايه اخر يوم؟ لا خالص، اقول لك ليه. ما ده اللي انا كنت هكمل لك فيها كابتن اسلام. في حاجه مهمه عند المدرب، انه لما يجي يحط تشكيل ما يخسرش لاعب اخر. بمعنى افهمها لك، هو يعني ما بيحطش تشكيل التصور اللي في دماغه، انا اوضحه ببساطه. اتفضل. لما تيجي تتكلم مع لاعب انك هتلعب، واللاعب الاخر لو ده لا قدر الله كورونا وبعدين مش هيلعب وهتلعب اللعيب الاخر، فانت اعلنت، فاللعيب اللي عاوز يشتغل عليه نفسيا، فانت ما بتعلنش. أوكي. ليه؟ الاول بتعلن. وصلت. الاول بتعلن، لكن في الوقت الحالي انت ما بتعلنش. دي رقم واحد. رقم اتنين والمهم، انت بتشتغل على الفرقه الاخرى وليس على فرقتك في الوقت الحالي. المفترض ان 3 4 ايام قبل البطوله انت بتشتغل على انا بتكلم على موسيماني، هيشتغل على الدحيل، هيشتغل على ازاي بيلعبوا. طيب. وازاي افراده بيلعبوا. معلش هقطعك بس عشان يوصل للمشاهدين الفكره اللي حضرتك عايزها. طيب انا مثلا عندي في الدحيل الباك ليفت مثلا قوي جدا مثلا، فانا عايز العب محمد هاني. تمام. خلاص. تمام. طيب انا هروح اقول لمحمد هاني او حبين، ما هو انا لازم اعمل تكتيك، لازم اعمل يعني بيبان لينا كلعيبه، بيبان كده كده. لا قدر الله حصل حاجه كورونا او حاجه، انا بعمل ايه في الفتره ما هو دي؟ ما هو الوقت ده كابتن اسلام وقت مدربين، وعاوز اقول لك المباراه اللي جايه مباراه مدربين، اتنين مدربين. ليه؟ لان المباراه فيها اجواء غير عاديه. مش زي العاده. العاده انت بتدرس فرقتك، بتدرس نقاط القوه والضعف في الفرقه الثانيه، فبتيجي تحط فرقتك قبليها بثلاث اربع ايام. مظبوط. وبتخلي اللعيبه يتمرنوا عليها، وبعمل تكتيك. انا في الوقت ده مش هقدر اعمل كده، لان لو عملت كده الناحيه النفسيه بتاعت اللاعب الاخر مش هتبقى وصلت الفكره دي. مش هتبقى 100%. ولكن انت بتلاقي انت عندك لعيبه محترفين ولعيبه كبار. اللعيب الكبير انت بتكلمه نظريا، يعني انت بتتكلم في ايه؟ انا اقدر اشتغل نظري مع اللاعب، اشتغل مع اللاعب ده واشتغل مع اللاعب ده. يعني في الباك رايت مثلا فلان وفلان وفلان، بشتغل على الباك رايت. تمام. مش على اسم. لا، وبعدين انا ممكن بشتغل ده وقت الفيديو. أوكي. انت لاعب مباريات كتير، في اجهاد، في سفر، في جائحه كورونا، فانت بتشتغل فيديو اكتر من انك بتشتغل تكتيك. طيب. جوه ملعب. حلو جدا الكلام.